انت ما بتردش عليا يا شريف؟ انت اتجننت؟ حصل لك حاجه في عقلك؟ بتمد ايدك على بنتي وتنزلها شارع حافيه في نصاص الليالي؟ اما وريتك ده انت وقعتك سودا معايا. بقول لك ايه يا طنط، صباح صباح الفل عليك الاول. ها واخده بالك؟ بقول لك ايه يا طنط، لمي دنيتك وشوفي هتدفعي لي كام عشان اسكت وما اقولش اللي انا عارفه، ما تقفريش يعني. ماشي سلام يا طنط، صباح الجمال. يا ايه يا حبيبه قلبي، كفاية بقى، حرام عليكي نفسك، حرام عليكي، ده احنا كلنا كده ما نمناش من امبارح. عايزة بنتي يا جميل، بنتي. والبرد. بقول لك ايه يا طنط، صباح صباح الفل عليكي الاول. ها واخده بالك؟ بقول لك ايه يا طنط. ايه ماما في ايه؟ ما تكملي الرساله، عايزين نسمع بيقول ايه. هي بس كده يظهر ما كانش في شبكه ولا حصل حاجه في التسجيل. انا مش هستناه بقى ونقعد نبعت لبعض انا وهو، انا هقوم اروح له. لا ماما استني، تروحي له فين يا حبيبتي؟ انت عندك ميعاد، انت ناسيه المباحث جايين لك على المدرسه عشان الموضوع التاني، ولا انت نسيتي؟ لا مش ناسي مش ناسي، انا فاكره انا فاكره انا فاكره وعارفه كل حاجه. طب يا ماما موضوع ايه يا جميله؟ يا اختي والنبي خليكي في اللي انت فيه. انا عايزه زينه يا جميل، عايزه. ايه يا حبيبتي، ممكن كفايه عياط؟ وبعدين انت لسه سايبه بنتك من كام ساعه، وبعدين هي مع ابوها، يعني لازم تبقي مطمنه عليها. ان شاء الله هترجع لك. لو ماما ما عرفتش ترجع لك البنت انا هرجعها لك، وهرجع لك حقك كمان. لا 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 بلاش يا جميله، بلاش، انت كفايه المشاكل اللي حصلت، بلاش. انت تاني يا ايه؟ انت تاني؟ انت عايزه تشيليني يا بنتي؟ في ايه؟ مشاكل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ وانا حذرتك على فكره. ايه يا حبيبتي قومي تعالي، يلا يلا نغير هدومنا، ماشي، ونغسل وشنا وننام شويه ساعتين ولا حاجه. والله ما يستاهل. بس انا بحبه قوي يا جميله، بحبه والله. بتحبيه بعد كل اللي عمله فيكي؟ بصي هو اكيد ما كانش في وعيه، ممكن يكون حد من صحابه شربه حاجه، يعني هو هيفوق وهيعرف ان هو غلطان وهيجي يعتذر لي. اصل انا ما عملتش اي حاجه تستاهل كل ده والله. جميل، اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.